ينضم إلينا من برلين الدكتور رضوان قاسم، الكاتب والباحث في الشؤون الدولية. دكتور رضوان، أهلا بك معنا في هذه الجولة في الصحافة. دكتور قاسم، إذا ما شاهدنا الآن عملية الرد والرد المقابل والحديث باللعب بالنار بين إسرائيل وإيران، هل هنالك فعلا لعب في النار أو بالنار في ظل عدم وجود يعني خسائر فادحة بين الطرفين؟ أولا اسمح لي أحييك وأحيي مشاهديكم الكرام. حقيقة نحن نلعب، أو بالأحرى الإسرائيلي والإيراني يلعبان على حافة الهاوية، وبالتأكيد هنالك مسألة جست نبض إذا صح التعبير بين البلدين، إلا أن هذا اللعب على حافة الهاوية لا نعرف إلى أين وفي أي لحظة ممكن أن يتفجر ليشعل المنطقة بأكملها. ما رأيناه اليوم من رد للضربة الإيرانية في الداخل الإيراني ما هو إلا نوع من التجربة إذا صح التعبير لردة فعل الإيراني. من هنا نفهم لماذا هذه الضربات التي يمكن أن تكون كجست نبض لكلا الطرفين، حتى نرى المشهد الدولي كيف يتفاعل مع هذه الضربات ليتخذ إجراءات لتخفيض نسبة التوتر، أم أنه سيغض الطرف وربما يكون هنالك نسبة ارتفاع أكثر في التوتر، وهذا ما يسعى إليه الإسرائيلي أقله لجر الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن تتخذ القرار بالدخول في هذه الحرب، وعندها نكون قد دخلنا الحلقة الأخيرة من إشعال المنطقة في حرب إقليمية كبرى. حتى الآن نستطيع أن نقول أنه كما ذكرنا جست نبض بين الطرفين، لكن الإسرائيلي يخشى أن يكون الرد مباشر كما حصل من إيران الضربة مباشرة إلى داخل فلسطين المحتلة. الإسرائيلي يخشى هذا الرد المباشر خوفا من النتائج التي سيتلقاها أكان ردا إيرانيا. ما الذي يدفع طهران اليوم إلى الرد بهذا، يعني الرد على قصف القنصلية أو ضرب القنصلية وخسارة عدد كبير من قادة الحرس الثوري في هذه الضربة التي تزامنت مع اجتماع لهؤلاء القادة قبل خمس دقائق من وصول هؤلاء القادة، أو بعد خمس دقائق من وصول هؤلاء القادة تم ضرب تلك القنصلية. إيران وفق المراقبين، بعض المراقبين، لم تدفع برد مناسب لحجم هذه الخسارة، وأيضا الآن تل أبيب لم ترد برد مناسب لأول عملية اختراق لأجوائها من قبل الجانب الإيراني بهذه الطريقة. ما الذي يدفع الطرفين الآن إلى الالتزام حتى الساعة بهذه القواعد، قواعد الاشتباك إن صح التسمية؟ يعني كل له أسبابه حقيقة. إيران لها أسبابها أنها لا تريد إشعال المنطقة وإدخال المنطقة في حرب إقليمية، وربما تكون أبعد من ذلك، خاصة أن الظروف غير مهيئة لهذه الحرب في المنطقة، وإيران تستعد للحرب الكبرى إذا صح التعبير، وهي تنتظر هذه اللحظات. يعني لا أحد يتصور أن إيران بعيدة عن الساحة الإقليمية أو الدولية على أن هنالك ذهاب باتجاه الحرب الكبرى، لكن هذا يحتاج إلى وقت. لهذا إيران تحسب حسابات مختلفة تماما عما تحسبه إسرائيل. هذه من ناحية. من ناحية أخرى، إيران لا تريد أن تخترق القوانين الدولية، يعني طالما أنها تلعب ضمن الحدود القوانين الشرع الدولية التي يحق لها، حتى لا توجه أصابع الاتهام لها، تلعب في هذا الملعب. أما الإسرائيلي لا، هو ينظر إلى من زاوية أخرى تماما، وهي إدخال الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في هذه الحرب لتكون مواجهة مباشرة مع الـ الإيراني، لأن الإسرائيلي يعرف تماما أنه غير قادر على دخول في حرب منفردا مع إيران، وحتى الآن ينتظر الضوء الأخضر الأمريكي، لكن الضوء الأخضر الأمريكي لم يأتي بعد. لهذا السبب
كل يلعب على حسابه، كل يعني يدير الأمور بطريقته، إلا أن الطرفان حذران من دخول حرب مباشرة على واسع النطاق، لأنه كل له حساباته كما ذكرنا. الإيراني اليوم دقيق في حساباته إلى أبعد الحدود، أن الضربة التي وجهت إلى الداخل الإسرائيلي كانت محسوبة، كانت مدروسة، حيث أن المجتمع الدولي لا يستطيع، رغم يعني بعض التصريحات هنا وهناك، لكن فعليا وقانونيا لا يستطيع أن يوجه أي اتهام لإيران على أنها خرقت هذه القوانين الدولية، لأنه يعتبر هذا حق دفاع مشروع عن النفس، وهذا ما فعلته إيران. فيما إسرائيل تخاف أن تدخل في هذه الحرب، لأنها لا تعرف إذا كانت ستدعم دعما مطلقا من الولايات المتحدة الأمريكية أم لا، رغم أن الخطاب السياسي للأمريكي أنه بذكر المشروع أو المجتمع الدولي. دكتور قاسم، يعني المجتمع الدولي وفق مواقع كثيرة، آخرها اللي قرأناه قبل قليل كونفرزيشن الإسترالي، قال إن الضربة الإيرانية على إسرائيل أعادت إسرائيل إلى الحضن الأمريكي، إلى الحضن الغربي، بعد مقاطعات كانت لهذا النظام، نظام نتنياهو الموجود، بسبب ما يجري أو ما جرى في غزة. تلك الضربة أعطت الذريعة لعودة بريطانيا مثلا لمحادثات مباشرة بين رئيس الوزراء البريطاني ورئيس الوزراء الإسرائيلي، أيضا عودة الحديث عن حماية إسرائيل ومحافظة عليها. وبالتالي الضربة الإيرانية يعني كانت رمزية بقدر ما كانت هي رد على اعتداء. كيف يمكن أن تقرأ هذه الرؤية؟ يعني حقيقة هذا الكلام وهذه التصريحات لا محل لها من القاموس السياسي الإسرائيلي الأمريكي والغربي، لأنه إسرائيل لم تخرج يوما من الحضن الأمريكي، ولا لم تخرج يوما من الرعاية الأمريكية والبريطانية والغربية بشكل عام حتى قبل الضربة. يعني هل كانت أمريكا رفعت يدها أو حصانتها عن إسرائيل في موضوع غزة، في ارتكاب المجازر، في لا عفوا دكتور، ربما أخطأت أنا في التعبير. أعادت، يعني الخبر يقول أعادت واشنطن إلى صف تل أبيب. يعني واشنطن في الفترات الأخيرة، وكنا نشهد تصريحات الرئيس الأمريكي ورئيس ومسؤولين كثر تحدثوا عن رفضهم وامتعاضهم لسياسة نتنياهو بعد الضربة الإيرانية، نسوا سياسة نتنياهو وما كان يقوم بها في غزة، وأصبح الاهتمام بأمن إسرائيل والدفاع عن إسرائيل أكثر من ذي قبل. يعني ربما يكون ذلك في زاوية معينة صحيح، لأن كان هنالك خلافات صوتية إذا صح التعبير، أو من خلال الخطابات السياسية، بحيث تظهر أمريكا أنها راعية للأمن والسلام، وأنها لا تريد ارتكاب مجازر بحق الفلسطينيين وغير ذلك، بحق المدنيين، لكن الحقيقة غير ذلك. كانت تدعم دائما الموقف الإسرائيلي وموقف نتنياهو تحديدا. كان هنالك خلافات في التكتيك، في الأساليب. هذا الخلاف كان قائما، لكن حتى اللحظة الأخيرة من العملية العسكرية على غزة كان الداعم أمريكي. حتى سمعنا وزير الخارجية الأمريكي السيد بلينكن يقول أنه لم يرى إبادة جماعية، لم يرى قتل مدنيين وأطفال. يعني حتى اللحظة الأخيرة كانت الرعاية الأمريكية موجودة، حتى في موضوع محكمة لاهاي، في كل المواقف التي اتخذتها مجلس الأمن، كم كان هنالك من فيتو استخدم أمريكيا ضد أي قرار يدين إسرائيل وحكومة نتنياهو تحديدا. هذه المواقف أمريكية ثابتة، لا يمكن أن تتغير بين ليلة وضحاها. كل ما في الأمر يريدون تحويل الأنظار على أن إيران هي حرفت البوصلة وعن موضوع غزة، واتجهت باتجاه آخر، وهذا يصب في مصب آخر لجعل إيران أنها تعمل ضد الفلسطينيين وضد المصالح الفلسطينية، من حيث أنها تلفت الأنظار عن ذلك. 190 يوم يا دكتور قاسم، لو سمحت عفوا، يعني هناك من يقول أن 190 يوم لم تكن كافية لرد إيراني يعني مناسب للاعتداءات على غزة،
وثم هي لم ترد من أجل غزة، يعني وفق القراءات هي لم ترد من أجل غزة، ردت بسبب بعد الضربة التي كانت على القنصلية حفاظا على ماء الوجه كما يقال. فعملية أنه أن نقول أن إيران يعني هي مع الجانب الفلسطيني أو تريد الدفع من أجل المصلحة الفلسطينية، يراها البعض وفق قراءات كانت قبل يومين، يراها البعض أنها واهية. فإيران لم تكن قد ردت ردا مناسبا لما يجري من مجازر، قالت أن الرد من أجل المجازر لكنها ردت من أجل القنصلية. صحيح تماما، وهذا الكلام صحيح دقيق جدا، أن إيران لم ترد هذه الضربة أو لم تكن هذه الضربة من أجل غزة، هي كانت ضربة من أجل الاعتداء على القنصلية، وهذا ما أعرب عنه الإيرانيون أنفسهم، أنهم قالوا أن هذا ردا على القنصلية أو الاعتداء على القنصلية الإيرانية في سوريا، ولم يكن ردا على المجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في غزة لسببين. السبب الأول أن إيران تعمل بالعمل الدبلوماسي في هذا المجال، والسبب الثاني أن حلفاء إيران أكان حزب الله في لبنان أم أكان في سوريا في العراق في اليمن، هم يقومون بما يكفي في موضوع غزة، وأعتقد أنه ليس أكثر من ذلك. يعني حتى إيران لا تريد توسعة نطاق هذه الحرب، لأن يعني ما زال الالتزام بقواعد الاشتباك بين الطرفين وعدم التصعيد. بالتالي هل ترى أن إيران يمكن أن تستغل ذلك بموضوع الملف النووي دكتور قاسم؟ موضوع الملف النووي خصوصا وأن الحديث عن ملف نووي سلمي، هل وفق قراءة أو تناول فاينانشال تايمز بأنها تحذر أو من أن التحذيرات الإيرانية من تحول من موقفها النووي إذا هدت إسرائيل مواقعها النووية، يعني هل ستعلن إيران بأنها ستحول تحول المفاعلات النووية السلمية إلى شكل آخر؟ أنا لا أعتقد أن الإيرانيون لا أعتقد أن الإيرانيين وصلوا إلى درجة أن يستخدموا المفاعلات النووية والملف النووي في أحداث مثل أحداث غزة أو حتى في موضوع الضربة للقنصلية، بل بالعكس يعني يريدون تحييد الملف النووي عن الساحة الصراع عن ساحة الصراع القائمة حاليا لأسباب عديدة. السبب الأول أن إيران تحصل على ما تريد في المفاعلات النووية، وأنها لم تعلن يوما أن هدفها هو هدف عسكري، بل كان دائما هدفا سلميا. ثانيا، هنالك فتوى شرعية من قيادة الدينية في إيران على أن استخدام الأسلحة النووية محرمة. نعم. لهذا لا أعتقد أن إيران ستذهب بهذا الاتجاه، وخاصة أن اليوم الملف النووي الإيراني متجمد سياسيا وليس هنالك من حوار. فبالتالي لا تريد أن تورط نفسها بملف آخر يفتح ضدها في هذه الظروف، هذا ما أفهم منك. الدكتور رضوان قاسم، شكرا جزيلا لك لوجودك معنا من برلين ولهذه الإضافة في هذه الساعة من الصحافة، شكرا جزيلا لك.